يوما بعد آخر تضاعف مأساة الطبيعة وكوارثها حزن اليمنيين ومعاناتهم الإنسانية. ومنذ أيام تعيش أغلب المناطق اليمنية كارثة حقيقية جراء سيول الأمطار وما تخلفه من أضرار وضحايا ونزوح. ووفق تقرير أممي فإن الفيضانات وسيول الأمطار أودت بحياة أكثر من 60 شخصا وتضرر أكثر من 34,000 أسرة ونزوح الآلاف الآخرين. وأغلب الأسر النازحة تعيش ظروفا صعبة وأكثر خطورة، حيث أدى تدمير المأوى وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية إلى عرقلة جهود التعافي. القوى الحقانة يقصعوا بين المطر بين الريح بين البرد، ما نحن معنا لا أداة داخل لا ثياب لا فراشات لا كنابل لا مخيّع يعني طرابيل، خليها على الله بس. الأمطار يقص فوقنا والعشاش حقنا يخس عين والمطر فوقنا، وإحنا نازحين بمدينة تعز نحتاج طرابيل نحتاج فراشات نحتاج كل شيء. وتستمر التحذيرات من اضطراب جوي في محافظات يمنية عدة. مركز الإنذار المبكر أشار إلى أن الاضطراب ناتج عن تقدم منخفض جوي في شمال بحر العرب مصحوب بكتل هوائية رطبة، مما سيؤدي إلى نشاط واسع للعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة مع احتمال تدفق السيول في بعض مجاري الأودية داخل المدن والقرى. طبعا كل احنا نشاهد التطورات قوية جدا في صنعاء في الحديدة المناطق التهامية، حتى في تعز الآن دخلت تعز أيضا ضمن هذه المناطق الخطرة ممكن نقول. شفنا العشرات طبعا زي ما قلت الوفيات، الثروة الحيوان تسحب تمام في سالتها، ما المناطق الزراعية بالكامل طمرت، يعني كارثة بالنسبة علينا تمام وفوق قدراتنا وخاصة احنا في منطقة حرب. وفي هذا السياق دعت الحكومة اليمنية ومركز الإنذار المبكر الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب عبور الأودية أثناء جريانها وضرورة اتباع إرشادات السلامة. تتوسع رقعة المخاوف من مخاطر المنخفض الجوي الصعب في ظل التحذيرات المستمرة من اضطراب جوي وأمطار غزيرة متوقعة في عدة محافظات يمنية، ما جعل الحكومة تدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات. من مدينة تعز اليمنية معاذ منصر اليوم.